فزاعة اللي تعاملت هي مجرد فزاعة سيد الوزير؟ مش مجرد فزاعة، فما فزاعة تعاملت انطلاقا من نقص نتاع أدوية. المخابر الأجنبية الأسبوع الفارط تعمل اجتماع وكان مش يخرج الفارماسي سنترال في بلاك ليست. ما حكيناش على نعرفش انا دواء وجعة راس ولا باراسيتامول ولا حكاية فارغة. باش نسمي مو حتى باش نسمي بون دوليبران. هذوكم اللي حكينا عليهم. اللي هما؟ اللي حاطينهم في القائمة كل 200 ولا قداش؟ المشكلة مع انه السيد هذا هو المسؤول عن صحة التوانسة وعلى حياتهم فيما يتعلق بالامور الصحية والادوية وغيره. انا بيرسونيلمون مش نشري دواء، مشيت للفارماسي قالوا لي راهو مفقود. عطيت للسائق نتاعي خاطر ما عنديش وقت، اول فارماسي مشينا لقى الدواء. اعطينا نمر الشوفير. لا بالحق